ما الأفضل أن يحكم العلمانيون أم يحكم الإسلاميون المعتدلون ثم يحكمون أيضا بما أنزل الله؟ لا، أنا عندي العلمانيون ما يحكموا، لا يحكم الإسلاميون بغير ما أنزل الله أبدا. ليه؟ لأن العلماني لما يحكم بغير ما أنزل الله، إحنا عارفين ده علماني وده راجل مجرم ومعادل شرع ربنا عز وجل، فبالتالي لا تتلبس الأمور ولا تضطرب الأحوال، ويكون المسلمون تواقين للتغيير. لكن لما يكون الإسلاميين هم اللي يحكموا غير ما أنزل الله، يبقى خلاص سيصاب المسلمون بالقنوط والدعة والوسم والنوم والخمول، وتصير التجربة الإسلامية تجربة فاشلة. لا، لا نريد أن نحكم على تجربة المسلمين بالفشل، ولكن يريدونها فليأخذونها. نحن لسنا بطلاب حكم، وإنما نحن طلاب إصلاح، نريد أن نصلح الفرد وأن نصلح المجتمع. فإذا انصلح الفرد والأسرة والمجتمع، انصلح بعد ذلك كل شيء بإذن الله عز وجل. فبالتالي ما يحدث الآن في تركيا طعنة نجلاء في قلب الالتزام. رئيس الوزراء كان بيقول ان المحكمة الدستورية قالت ان ترشيح الرئيس لن يكون عن طريق البرلمان، سيكون عن طريق الشعب. فهذا التعديل، تعديل عملية المحكمة الدستورية في تركيا مخصوص علشان أردوغان اللي هو المرشح للرئاسة، معمول مخصوص، متفصل الحكم الدستوري ده مخصوص علشان الإسلاميين. فإيه اللي حصل؟ قال إن هذا الحكم الدستوري بيمثل طعنة في قلب الديمقراطية، ما عادش بقى إسلام بقى ولا بتاع بقى، طعنة في قلب الديمقراطية. فعارهم حولوا للتحقيق بتهمة إيه؟ التهكم على النظام الديمقراطي. فيعني حالات عجيبة يعني بتحصل في تركيا، وينبغي أن يكون المسلمون أكثر وعيا وإدراكا. إحنا ما بنقبلش أنصاف الحلول، ولا بنقبل الاتفاقيات من تحت الترابيزة، كل حاجة لابد تكون على الترابيزة فوق على المكشوف، إما إسلام وإما غيره. ما نقبلش إن إحنا إيه رأيك إيه نخلي الإسلام بس نلبس الإسلام فستان غير الإسلام، لا ما ينفعش. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه أبدا. ولذلك لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم، ولكن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابي. ليه؟ لأنها ستكون تحته فهو أعلى منها، فهو أعلى منها، فالزوج أعلى من الزوجة. فلما كان الزوج أعلى وهو صاحب السلطان والأمر والنهي، جاز بهذه القيومية أن يملك عصمة الكتابية، فعندها لا يجوز للكتابي أن يملك عصمة المسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.